مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإلى. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات أم مريم. اليوم بإذن الله غادي نقدم لكم كفتة مشوية في الكوكوط، كتجي أكثر من رائعة، نتمنىكم تجربوها وما تنساوش تشاركوا في القناة باش دائما توصلوا بالجديد. دابا غادي نخليكم مع المقادير طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو وراق ديال المعدنوس، الكفتة بقري ولا غنوي على حسب الذوق ديالكم والقياس اللي بغيتو، شوية الملحة، الزيت، زيت زيتون، المعدنوس مقطع، بصلة كبيرة مشلضة حمراء، التوابل غادي نحتاجو ثوم غبرة معلقة صغيرة، تحميرة، قزبر حبوب مطحون، بزار، سكنجبير، هادو كاملين معلقة صغيرة، والبصلة شرائح هكا دايرة. بالنسبة للطريقة غادي ناخدو الكفتة ديالنا، نديرو البصلة، ضروري نقطعوها تكون رقيقة، نديرو المعدنوس، قيس لي بغيتو، نديرو التوابل، نديرو الزيت، زيت البلدية، تقريبا جوج معالق كبار، كنديرو الملحة، الملحة على حسب الذوق ديالكم والقيس اللي عندكم، صافي كنخلطو هاد المكونات مزيان، ندخلوها في المعكوة مزيان، ندخلوها في الكفتة، المهم نخدموها كيف كتعرفو الكفتة كتبغي تشرب العطرية، صافي وكنتسمرو في نفس غادي نستمرو نفس الطريقة حتى نخلطو هادشي مزيان. كيف كتلاحظوا دابا دخلت العطرية ديالي مزيان، دخلتها في الكفتة، يعني المعكوها مزيان مزيان باش تدخل العطرية، صافي دابا غادي نغطيها وغادي نديرها في الثلاجة، تقريبا غادي نخليها واحد ساعتين بما شربت ليا ديك العطرية مزيان، عاد غادي نكمل بها الطيب ديالي. كيف كتعرفوا الكفتة كتبغي تشرب العطرية، قد ما بقات قد ما كتبقى تجي مزيانة. من بعد ما خليت الكفتة ديالي ساعتين، من الأحسن قد ما خليتوها قد ما تجي زوينة، دابا غادي نشكلها على حسب الذوق ديالكم، أنا غادي نديرها أصابع طويلة هكا، ممكن ديروها دايرة اللي بغيتو، صافي وكنبقاو غادي نفس الطريقة حتى كنسالو الكمية ديالنا كاملة. بعد ما كملت الكفتة ديالي بصراحة كتجي زوينة، كنتمنىكم تجربوها، ناخد كوكوط نديرو فيها معدنوس، نغسلناه هكا وريقات تقلال وصافي. غادي ناخد البصلة دوائر، نديرهم في كوكوط، بالنسبة لي الطريقة دي يعني مختلفة، كنغيرو شوية من الفاخر، بالنسبة لي أنا ما لقيتش الفاخر اليوم، قلت علاش ما نجربش هاد الطريقة هادي، نشويها غير في الكوكوط، صافي وكنستف الكفتة فوق البصلة، صافي كنستمر بنفس الطريقة حتى كنسالي الكفتة ديالي كاملة. كيف كتلاحظوا المهم دابا انا راني استفتها كامله، نديرها فوق البصله، صافي غادي دابا ندير الزيت، زيت البلديه من الفوق، واحد رشيشه قياس يعني اللي غادي تقووش بزاف ليدام، حيت اصلا الكفته غادي تطلق لينا ليدام، ندير غير شي انقطاعات، صافي نديرها فوق البوطه. من بعد ما درت الكوكوط ديالي فوق البوطه نديرو عليها عافيه متوسطه،
غادي نخليوها تغلي عاد غادي نسدو عليها الكوكوط، عاد غادي نطيبوها العافية مهيلة، ما نجروش على البوطة ملي غادي تغلي معانا. كيف كتلاحظوا دابا خليته فوق البوطة، ملي كيبدا يغلي لينا بحال هكا صافي كنسدو عليه الكوكوط وكنديرو الصفارة ونديرو عليه عافية مهيلة. كيف كتشوفوا الماء ديالو كيفاش طلق، نديرو فيه لا ما لا والو، غير كيوجد معانا. نديرو ليه دابا الفالة الصفارة صافي نسدوها ونطغي كتوجد، المهم تبقى على عافية مهيلة ما تجهلوش على البوطة. كيف كتلاحظوا دابا غادي نحل على الكوكوط، كيف كتشوفوا شفتوا الماء دابا اللي طلقات شحال، يعني مدانا لا ما لا والو، لكن كتطلق الماء ديالها بزاف على حساب البصله والكفته هذوك كيف كيطلقوا لنا الماء، يعني علاش قلت لكم من الاحسن ما ديروا مع لا ما لا والو. صافي دابا غادي نخليوها حتى كتشرب مزيان، نخليوها على عافيه متوسطه ونخليوها تشرب، ولا كنتو كتبغي مثلا مطيشه مع الطبق هذا يعني مس تكونوا تقطعوا البصله ديروها معاها، تحطوا البصله وديروا فوقها مطيشه عاد كديروا الكفته ملي كيبغي مطيشه في هذا الطبق. صافي دابا غادي نخليه يشرب وعاد نكمل معاكم الوصفه. كيف كتشوفوا من بعد ما خليت الكفته ديالي كتشرب، يعني خصها تولي تبان لكم غير الزويته هي اللي واقفه، داك الماء ديالها ما كيبقاش يبان، صافي عرفوا راه وجدات. دابا غادي نديرو زلافه صغيره نديرو فيها شويه الزيت الروميه عادي غير شويه، غادي نحطوها هنايا الوسط، لان الطريقه هذه كنديرها بطعم الشواء كتجي زوينه. من بعد كنكون سخنت واحد الطرف ديال الفاخر صغيور كنديرو وسط هاد الزيت هذا، صافي كنسد الكوكوط مباشره وكنطفي البوطه، البوطه كنخليوها شاعله، كنطفيو البوطه وكنديرو هاد العمليه هادي وكنسدو عليها مزيان، كنتاكدوا اننا سديناها مزيان باش داك الشيء كيبقى لداخل. صافي واخا كنخليوها واحد شويه وكنحلو عليها، هادي هي الطريقه اللي كندير انايا بالنسبه اللي بغى الطعم الشواء يغير شويه. ايوا نتلاقاو من بعد. من بعد ما درت الفاخر في الزيت اللي بغينا نعري عليها، الصراحه راه كتلق ريحه زوينه كيف كتشوفوا باقا سخونه بهذه الطريقه اللي كتجي زوينه، من الاحسن تجربوها كيجي بحال مشوي على الفاخر، ننصحكم يعني تجربوه. وضروري الفاخره ملي تبغيو ديروها من الاحسن تكون سخونه، يعني تكون شعلة مزيان باش هذيك الريحه كتطلق لينا مزيان في كوكوط. صافي دابا نتلاقاو مع الطبق النهائي. كيف كتلاحظوا هذا هو الطبق ديالنا النهائي، في الصراحه كتجي زوينه يعني كتجي بحال مشويه، نتمنىكم تجربوها وما تنساوش تشاركوا لا فيديو مع الاهل والاصدقاء، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.